السلام عليكم براشد، مساك الله بالخير والنور والسرور. انا بعطيك اليوم مقاطع بدايه ان شاء الله وشوي شوي. هذا المكسر الغزل يجينا من الهند ونحطيه على مكاسير، ما كان عندنا شيء تقنيه غير هذا. من سقف النخيل سوينا مكسر وحطينا فوق الغزل وننقله من المكسر هذا للبريم ونحيكه بالطريقه نبره نسميه، ليت ما نأدل فيه ونخليه نطويه يكون خلصنا مني على الدرية، خلصنا مني نقلنا المكسر، نقلنا من الدرية للمكسر مرحلة أولى، مرحلة ثانية، المرحلة الثالثة حطينا على المكاسر، المرحلة الرابعة بدينا نغزل. الحين نسميه نحن طراقه، هم يسمونه حياكه، لا نحن نسميه طراقه. طراقه الغزل معناه نسوي الالياخ حسب القبه اللي نطلبها. القبه هو المقاس، هذا مقاس الغزل، عشاري قبه عشاري يعتبر ثلاثة بوصه. الحين يسمونه نحن ما نعرف بالبوصه الحين، بس العلم اعطانا بوصه وبوصتين. نحن نتكلم عن القبه، القبة إشاري. ها بديت فيه أنا أشتغل فيه بروحي، ها كنا نشتغل بروحنا. حطيناه على المكسار وقلنا بالمكسار ها نركب العين، نحط نشوف ونعيد ها المكسار يعتبر يوم ندرب الشباب نقول واحد نلف ايدها، واحد اثنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني متابعيني، معكم من متحف الشيخ زايد صلاة البحري في إمارة راس خيم مدينة الرمز. قلت لكم سبق اني مراحل، المرحلة الأولية هذا الغزل خلصنا المرحلة الأولى وحطيت المرحلة الثانية على المكسار، بس الحيس فيه، في حيس هذا. الحين شو الحل؟ اول كن برا نرز لي خيه ونصب وننقط، الحين بالاحداث هاي نطبق ببيتك، خليك ببيت، خلينا ببيتنا ونشتغل. الحين هذا في حيس، الحين بنقله، نقلته من المكسار حطيته بدريه. الدريه الكره هاي، الدريه فيه حيس، ابغى انقص اطلع الحيس حطي على المكسار، شوفوا ها ها طالعها، شوفوا 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 الدرية ها 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 تلفها. انتبهوا شباب هاي الشغلة، صح ان هي شغلة بس نتسلى فيها نحن، الوقت هذا ما يروح عنا ونحن قضينا شغلها. ها هاي خلص انتهى الحيس منه، وارد عاد مرة ثانية خلصنا من الحيس، ارد ابرمه غزل هذا مثلوث مربوع مخموس مسدود سداسي. هذا شوف فرق بين هذا حقك شنعد حق القباب سباعي وثماني، هذا غزل روحه، هذا ست متوحة، ستة بأربعة وعشرين، ستة اثناش وستة وستة أربعة وعشرين مدح من هالصغيرة. ها. ها. كل واحد روحه الإدبال مدح نسميه، ونسوي ستة وستة اثناش وستة وستة أربعة وعشرين حتى يستوي هذا. ها استوى الخيط 24 مدح، وهذه الشغلة خلص والحمد لله قضينا شغل. قعد في البيت، قعدنا في البيت وقت الوقت اللي نطلع فيه نقضي حاجات المنازل ورجعنا نثبت، ما نختلط ما نختلط، نسير لرزقنا البحر
شخصين قالوا الساعة 8 قلنا السمعة والطاعة، ما مدش ما تطلع قلنا السمعة والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني متابعيني، معكم متحف الشيخ زايد ثلاثي البحري في رأس الخيمة مدينة الرمز، ولا زال نحن الماضي نعيده للشباب ذكرى. اليوم خلصنا من الألياخ وبرمناها وكسرناها وأدنا وجهزنا الشبك، واليوم بعد الحبال الألياخ جاهزة نسوي سلقات حبال، الحبال ندق غضف ونجلد اللي نقدر عليه، بس الأولين لا كلهم متعاونين، البحارة والنواخد وإضافة اللي بيساعدونهم من برا بعد. بس اليوم نحن اليوم نحن الغضب ما نحصله صراحه، لقطنا الاسد دقيناه طلعنا منه رأي القرقول يشتغل به، بس نحن الاحبال الاحبال نبى الداخل، اما الجرف ياخذه رأي القرقول يسوي قراقير، او نحن داخل ندقه مودنه وندقه ونطلع منه هالطريقه. هذا مال الاسد، واللي الحمد لله متوفر في دوله الامارات الام، انخلا فيه كل شيء، نجهزه وننظف منه الشوائب هاي، وبديت انا اجلد الحين بروحي جاهز. اشتغلت فيه كل يوم شوي نجلد لقد استطاعتنا، الوقت يروح ونذكر الشباب بس هاي الجلد من الجلد، معنى جلادة الحبال لازم لها معنى. شوف اول لكنا غضف، اليوم لونين الليف والعسل، بس الحبل لازم يكون مرصوص، العوامل سلقات والغلول لازم تبع الحبل، مو بقطين مو بشريخ قطين. ما شاء الله الحين قاعد واحد اثنين الحين، بس يمكن ما كمل نص ساعه بوعين الحمد لله، اللي اقعد لو بغيت اقعد للمغرب اسوي لي 10 تبن، وهاي حياتنا الاولين انجهز، انت تسوي شيء وانا اسوي شيء، كملت استوت حاجات سوينا حاجه جهزناها، وين ضربت السلقات جاهزه بالبيوت، كل واحد يشتغل في بيته، ويوم ويوم ضرب الحبال فوق البحر انه خذ يضرب والرديد من البحار، اما تخلص مسوي مسويين ثلاثه، ركب الكرب ركب المساوي بنفس الوقت سلقتين في اليوم، يعقون سلقتين يوم ماشي بحارتهم مره يخلصون ما شاء الله ريايل. واليوم نحن نذكرهم بس وحليهم الاولين اشتغلوا ووفروا هذا كله بجهود. الماضي الماضي حلو، ها الماضي حلو، واليوم احلى ونبقى دربوا شباب وقت يقزر الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والجاي ان شاء الله بعد كل يوم مقطع اللي استطعتنا، كل يوم مقاطع البحر، وانا الرياح من اعطيكم ان شاء الله، وانا المواسم الصيد من اعطيكم، وكل شيء بوقته، حتى الاسماك اللي تبونها حق مشواي وحق المطبوخ، وكل الوان ان شاء الله بنخبركم احنا، بس بالتدرج شوي شوي.